يعتبر عام 2023 من أكثر الأعوام الذي قامت المواقع الأجنبية في نشر مشاهد من مسلسل سيمبسون لأحداث حصلت أو سوف تحدث في المستقبل، بداية من الغواصة التي غرقت بجوار سفينة تايتانيك إلى توقعات بانقطاع الإنترنت عن العالم وارتفاع حرارة الشمس بشكل كبير جدا بما يعرف بالقبة الحرارية في عام 2024. فهل كل هذه مجرد مصادفات؟ قبل كل شيء لا يعلم الغيب سوى الله سبحانه وتعالى، وما يحدث ليس مصادفة ولا توقعات، بل هي مخططات ومؤامرات تحاك وتنفذ من قبل منظمة سرية أو كما يسمونها الدولة العميقة، وهي الماسونية التي تحكم العالم. فبعد انتشار البق في فرنسا ببيوت الفرنسيين وفي الشوارع، والذي أصبح خطر كبير وحقيقي يهدد الفرنسيين الذين أصبحوا ينامون في الشوارع، وبعضهم رحلوا إلى المناطق الريفية وأطراف البلاد، والبعض الآخر وصل به الأمر لترك فرنسا كلها. ففي خضم هذه الأحداث ظهر كالعادة مسلسل سيمبسون في حلقة من حلقاته تظهر فيها أحداث مماثلة لما يحدث في فرنسا، فنرى غزو البق لمدينة سيمبسون أيضا بشكل مفاجئ وغريب. فهذا يدل على أن الماسونية لديها أسلحة غير تقليدية تقوم باستخدامها وقت ما تشاء دون أن يجد أي أحد دليلا واحدا عليهم سوى بعض ما يسمى توقعات أو تلميحات لهذه المخططات الخفية. فانظر كيف تتشابه المشاهد في المسلسل الكرتوني سيمبسون ومع ما يحدث حاليا في فرنسا. ولم يكتفي المسلسل بهذا، فقد نشرنا مشاهد لتوقعات مخطط بيل غيتس عن البعوض المعدل وراثيا والذي يريد إطلاقه في أفريقيا في عام 2024 بحجة حقن البعوض بلقاح يزعم أنه ضد الملاريا. وهذا مشهد من سيمبسون أيضا يظهر كيف أن هذا البق معدل وراثيا أيضا. فعام 2024 يعتبر من أخطر الأعوام والذي سيشهد تغييرات كبيرة على البشر. فانظروا هنا كيف أصبح الصغار يهربون من التلقيح الإجباري الذي فرضته المدارس عليهم ومن دون علم أهاليهم. فتخيلوا لو لم يكن هناك إنترنت، فكيف كنا سنعرف هذا الأمر؟ ببساطة كان كل الطلاب تم تلقيحهم من دون أن يعلم أحد. فلما لا يكون ما يحدث في فرنسا حاليا أن يكون هذا البق معدلا وراثيا وفيه مادة معينة مثل البعوض الذي سوف يطلقونه في أفريقيا العام القادم بغرض إعطاء الفرنسيين نفس نوع المادة التي لا نعلم عنها شيء؟ فلماذا الماسونيين أو الدولة العميقة مصممين على حقننا بأي طريقة ممكنة؟ بداية من 2020 بعد ظهور الفيروس وإلى يومنا هذا، فكل مرة يظهر شيء جديد ويقولون لنا نريد أن نقوم بتلقيحكم. فماذا يحدث في العالم؟ وهل مخطط المليار الذهبي أصبح حقيقة واضحة لا نستطيع إنكارها وسيتم تنفيذه بالقوة مهما كانت العواقب؟ ولا ننسى أيضا الجرذان المنتشرة بشكل كبير جدا في فرنسا والتي بلغ عددها أكثر من عدد المواطنين الفرنسيين.